هعمل صدر ديك روستو. اوكي نقول بقى، نقول معانا صدر ديك رومي كامل على بعضه كده حلو مخلي طبعا. هعمل له تتبيلة واغطيه بيها من الآتي. بصوا بقى، فلفل رومي اللي هو كابسيوم ايه احمر، اوكي، وشيري توماتو طبعا حمراء مفهوم، عسل وبابريكا وزبدة. وهنعمل الحدوتة دي كلها هنا. طيب وبعدين، وبعدين معايا ايه بقى؟ معايا برضو فلفل رومي، معايا توم، اوكي، وهبتدي بايه ادهن الحدوتة دي، الديك بالصوص اللي انا عملته ده، وبعدين اغطيه بالفلفل الرومي ومعاه 3 4 فصوص توم. اوكي دي ايه مرحلة التسوية. طيب في مرحلة الصوص بعد كده بقى والتقديم. معايا لو انا بعمل ديك، هجيب الكبد الديك واسلقها، لكن انا مش عامل ديك. طيب فهجيب كبد فراخ عادي جدا، اوكي، وهياكل فراخ، او لو عندي شوربه فراخ في البيت يبقى حلو قوي. ما عنديش، هياكل فراخ واعمل مرقه، اوكي، ومن المرقه يا حبايبي، ومن المرقه هعمل الصوص بتاعي، بس هسوي كبد الفراخ في مرقه الفراخ. طبعا احنا عارفين المرقه دايما لما بنعملها بنحط حبهان ومستكه وورق لورو وبصلايه، ها فين؟ في الميه مع الطيور او الهياكل او اللحمه، وات ايفر، اوكي. وبعدين نعمل الصوص الشوربه بتاعتنا ونقصرها، اوكي، وتبقى حلوه وبيضه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. تمام، طبعا ما ننساش ان احنا نملحها اكيد، قرنا شوربه وقلنا شو اسمه الكبد، اوكي، معايا جوز اللي هو عين الجمل، اوكي، معايا بابريكا، ملح وفلفل طبعا، معايا الباب تعيش فينو وفي سنبر للتقديم، ومعايا رز. الرز هنا بقى لازم يكون رز معجن شويه، يعني مش مفلفل قوي. هنفتح دي كده وهاخد الحدوته دي ونحط الكلام ده، وهنحط معاه الكلام ده، اوكي، وشويه بابريكا حلوين، يلا يا عم، اوكي، ومثلا ممكن فصين توم بالكتير يعني، اوكي. طيب وبعدين شويه العسل الحلوين بتوعنا، وريني، نحط العسل، اوكي، فلازم احط له شويه شوربه، اوكي، ونشوف. يلا بينا نعمل كده بقى ونغطي. ناخد مصفى، اوكي، اوكي، وبعدين هحط له شويه زبده، نسخن الكلام ده بقى على النار ونسيح الزبده، خلاص غليت وبتاع والكلام الحلو ده كله ايه شفناه. هنعمل ايه بقى؟ هناخدها كده هنا، هناخد فرشه هكذا، وهناخد ده نحطه هنا، اوكي. اقول لكم بقى على حاجه، بعد ما تدهنوه كده هتسيبوه لغايه ما الدهان ده ينشف، اوكي، وترجعوا تدهنوه مره تاني، كاننا يعني سبناها ودهناها تاني، كاننا، عشان ايه ما عطلكوش. هناخد بقى فص توم كده، وهاخد كابسيوم كده، وهاخد خله كده، وهعمل كده، احط التومه واحط الكابسيوم فوق التومه واغرز الاثنين في الديك، خلاص ونقوم عاملين كده. فرنتنا الجميله وحرارتنا من فوق وتحت، اوكي، 180 زي الفل.
هيبقى كده تمام. يعني هسيبه لغاية لما الكابسيوم والفلفل الأحمر ده يدبل تماما اوكي. واعمل ايه بعد كده بقى؟ اشيل ده خلاص. اصبر عليا يلا اوكي. كمان كده شيل بقى التومة والتومة ودي وتومتها ودي برضو كده اوكي. طب تمام خلاص خلاص. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى زي ما هو كده. هقوم اعمل له تاني صوص بس كده كفايه مثلا يعني اوكي. يلا ابلله بس ها. وبعدين ادخله الفرن شويه نونه صغنونه مثلا 10 دقايق بالكتير بس يا عم. يلا بينا نعمل ايه بقى؟ تعالوا نخش على الصوص. هات لي دي كده هكذا هكذا وتعالوا نعمل الصوص. بص يا جميل هناخد الاول شويه جوز وايه وخليني في شويه زبده نونه نونه صغنونه يعني مش زبده بس ايه. المهم ان الزبده ما تتحرقش مني. يلا ويلا ايه اخده لفه في الزبده كده. هناخد ده الخبزات وهناخد المرقة وابلل الخبزات بالمرق. نشوف خليني نشوف بالراحة بالراحة بالراحة. يلا شوف ملح كده اوكي ونقلب اوكي. طيب وبعدين نشوف الحدوتة دي وصلت لفين. يلا حط ده على ده هكذا وبعدين نقلب الدنيا ونحط معاهم بابريكا. خلينا نشوف شوية فلفل وإيه نقلب بقى. يلا بينا بقى ايه ناخد الكلام ده كله ونحطه في الكبة وبعدين نديله شوية مرقة ونحط معاه الكبدة. هحط شوية مرقة اوكي وهاخد الكلام ده هو كده هو كده هو كده هو تمام. الكبده بقى يلا مرق تاني ما هي لازم تبقى صوص بقى. يلا بينا وعليك. وريني صوص 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 صوص. انا عايز الصنوبر ده ايه يعني الفه لفتين كده على النار. تعالوا نلفه لفتين على النار عشان ما يصلوش حاجه معايا. هنديله سنون زيت زيتون. يلا خلينا ناخد منه شويه اوكي. يلا بينا بقى ايه كمان لفه. اوكي ونعمل كده ناخد بقى ايه شرايح شرايح. حلو يا ولد يا جميل حلو. نرز اوكي ناخد بقى ايه التونجات ونعمل كده وهكذا 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 اها اوكي. يلا خف الدنيا شوية شوية نونة. علشان نحطه ايه في سوسير